من المواطن FFS 14.6.8 بيسأل عن جرثومة المعدة. واحد عنده جرثومة المعدة كيف نعالجها؟ سهلة جدا، خلك معي. نص كاس مطحون مثل البودرة أوريغانو، عنده جرثومة المعدة، نص كوب مطحون مثل البودرة أوريغانو، يعني أوريغانو يعني زعتر بري، زائد ملعقة ونص كبيرة مطحونة مثل البودرة لبان، الله الله، ملعقة ونص مطحونة مثل البودرة مرة، ملعقة كبيرة واحدة فقط مطحونة مثل البودرة، عندها بقع بنية بوجع نسيت شينا. واحد اثنين ثلاث، عندها بقع بنية بوجهها، زيت الرمان الملكي درجة أولى، زيت الرمان في زيوت كثيرة ولكن هذا الزيت ممتاز جدا وبيعمل عجائب للبشرة، زيت عندها بقع بنية زيت الرمان، هذا زيت الرمان فيه أورجانيك، فيه أورجينيك جبار جدا. بق 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 أولوفيرا، أولوفيرا، آه يما أولوفيرا، نفركهم حتى يصير لونهم أبيض، نظل نفرك بيهم، نفرك بيهم حتى يصير لونهم أبيض 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 أبيض، صار لونهم أبيض تحطي على وجهك على البقع البنية ما يظل شيء، كل يوم مرتين ثلاثة مرتين ثلاثة حتى تروح إن شاء الله تعالى. روحي الله معك يا أبوي. السؤال اللي بعده، نعم يقضي على النمش والكلب، السؤال اللي بعده، تشقق القدمين، وحدة عندها تشقق واحدة عندها رجليها متشققات، كيف تساوي رجليك متشققات؟ سهلة 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 سهلة، زيت اللوز الحلو، زيت اللوز عندي تشققات برجلي، زيت اللوز الحلو، نعم بس لا، زبدة الشيا، زيت اللوز الحلو وزبدة الشيا، تشققات هنا حطي، 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 يلا على الدار روحي يا ابو. السؤال اللي بعده، يلا فين النظارة؟ اولادي عنده ذهان ووسواس، بيضحك لوحده، بيبكي لوحده، ويصرخ ويصير يصيح، مره يطبل مره يزمر مره يضحك مره، كم عمره كم عمره كم عمره كم عمره كم عمره؟ الو كم عمره ولج؟ كم عمره؟ مع السلامه. السؤال اللي بعده، خلطه للتجاعيد، واحده عندها تجاعيد، عندك تجاعيد؟ عندك تجاعيد؟ نعم عندي تجاعيد. أي وحدة عندها تجاعيد؟ أي وحدة عندها تجاعيد؟ تعالي. أي وحدة عندها تجاعيد؟ تلحقني، تعالي الحقيني. أربي 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 إثنان إثنان أبو الحب. أي واحدة عندها تجاعيد؟ عندك تجاعيد؟ نعم تفضل. حبوب القاح النحل، حبوب القاح النحل، حبوب القاح
النحل. اوه هذه ايه ابو عبد العزيز وش تعمل هذه؟ هذه اقوى عاكس شيخوخه للبشره بالعالم ما شاء الله. وش حط عليه؟ استنيني استنيني. زيت المشمش الملكي. اوه زيت المشمش. ايه بالمشمش زيت المشمش يا بعد حي يا بعد كل قرايبي انت يا بعد كل طوايفي. حط عليه حطي ولج حطي قو قلبك. زيت المشمش ابو عنتر زيت المشمش هذا اللي يعبي التشققات بالبشره، هذا اللي مع حبوب لقاح النحل، هذا اللي العاكس شيخوخه نمبر 1 في العالم. في عندي زيت ملكي درجة أولى، الزيت هذا اسمه زيت جنين القمح. أوه زيت جنين القمح؟ نعم أبو عبد العزيز أنا فقيرة ما أقدر أشتري هذا، غالي. لا لا مش غالي لا تخافي، وحتى لو مش غالي أنا ما أقدر أشتريني فقيرة وش أعمل؟ ها من وين أقدر أصنعه بالبيت؟ نعم أقدر أصنعه بالبيت، شلون؟ علمني. اقلب الكاميرا خلنا نشوف وجهك الحلو يا بعد حي يا بعد كل طوايفي، وعلمني شلون أصنعه هذا زيت جنين القمح. خليك معي. هذا زيت جنين القمح، هذا زيت معجزة على كوكب الأرض. أوه زيت معجزة؟ نعم. هذا لو عمرك 900,000 سنة، لو عمرك 900,000 سنة هذا يرجع بشرتك مع زيوت أخرى تضيفيها عليه، يرجعك بنوتة مراهقة، تصيري تعلجي بالعلج كده، وصير تقولي يا لبيك يا بعد شمر انت، صيري عاشقه والهانة يزبط لك وجهك زبط عظيم. جنين القمح نعم. كيف نصنعه بالبيت؟ ها الا القاطع 13.4.5.66. نعم سيدي. ولك يا كلب يا صغير يا حلو، في عندك بالدكانة في علب كده مكتوب عليها جنين القمح، كم حقها؟ حقها 20 ريال سعودي. اوه 20 ريال سعودي بس موجود بالدكانة بالبقالة عندي بالسعودية بالامارات بقطر بالكويت بالمريخ. ايه شلون شكلها؟ علبة حديد. ابو عبد العزيز يحطوه بعلبة حديد؟ ايه. ليش يحطوه بعلبة حديد؟ ليش ما يحطوه بكيس؟ هذا جنين القمح هو عبارة عن لب القمح، اللب الداخلي، اللب لب لب القمح، يعني حبة القمح مش لبها، لب اللب. وليش يحطوه بعلبة حديد؟ ليش ما يحطوه بكيس نايلو؟ ليش ما يحطوه بكيس ورق؟ لأنه بس يشم الهواء هذا جنين القمح بيحطوه بعلب حديد، لأنه بس يشم الهواء بيتأكسد وما عاد يصير مفيد للبشرة، ولذلك علشان يحافظوا عليه بيحطوه بعلبة حديد، ولذلك تهضي شوي منه وتسكر العلبة فورا، وتسكر العلبة فورا وفورا تحطي مع زيت المشمش وشوية حبوب القاح النحل، حبوب القاح النحل نخلطهم. خليني نتابع خلطهم. الحين نحط جنين القمح، انا علمتك كيف تصنعيه، انا موجود عندي جاهز اصلي، راح احط عليهم 3 نقط بكفي لانه هو مش غالي، واجي يا جدي نخلطهم زين 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 زين، ونصير نذوبهم حتى يذوبوا، لازم نذوبهم، ولذلك اذا بتقدري تطحنيهم بالاول افضل، اذا بتقدري تطحنيهم بالاول افضل، بعد ما تطحنيهم بعد ما اذا بدك تظلك تحركي فيهم وتدقيهم بالاول افضل. بعدين الزيت هذا اللي يطلع، الزيت هذا طبعا تطحنيه، انا ماني فاضي اطحن لك، تطحنيه. الزيت هذا اللي يطلع شوفي شو راح اساوي فيه انا، هذا الزيت تاخذيه وتدهني وجهك فيه يشيل لك ابو جد عم خال التجاعيد نهائيا. هذا
زيد ملكي عاك الشيخوخة درجة أولى آمن ولا يعمل حساسية ويصلح للبشرة الحساسة والبشرة العادية والبشرة الدهنية. حتى البشرة الدهنية تقدر تستخدميه ما عندك مشكلة فيه. سبحان الله، زيت المشمش، زيت جنين القمح، والسحر الأحمر، السحر الملكي، حبوب القاح النحل. كذا تحصلي يا جدي على خلطة درجة أولى ملكية للتجاعيد، مضمونة مجربة ألف بالألف. تقدر تستخدمين الصبح، الظهر، العصر، المساء، تحت الشمس، فوق الشمس، يمين الشمس، يسار الشمس، بكيفك. ما يأثر، ما يعمل لك أي مشاكل. حتى تقدري تمشي بالشمس ما عندك مشاكل. ليش؟ لأن الزيوت هذه واقية للشمس إلى درجة مقبولة مقبولة. السؤال اللي بعد إذنكم، في واحد ملحد يبغى يناقشني. هرب راح. السؤال اللي بعد، الانزلاق الغضروفي في وحدة مسكينة، كل يوم بتهرب لعند أمها. قال لها زوجها ليش تهربي؟ قالت له ولك ظهري بيوجعني. قال لها من شو؟ قالت له ولك انت بتعرف من شو ظهري بيوجعني، ولا قربتني الى انا وجدتك. اجت لعندي تقول لي ابو عبد العزيز شنو العلاج وجع الظهر؟ عنده ديسك انزلاق بالفقرات الظهر، هذا ابو العيال دمرها تدمير، تبغى علاج لا انزلاق الغضروف. كيف؟ ها سهل جدا. ظهرها عندها ديسك بظهرها، ابو العيال ما يرحم. قرص القمر من وين اجيبه هذا؟ من عند العطار. غالي؟ لا، حق ريال بس. وش اعمل؟ خذي لك 14 واحد. كم؟ 14 واحد. طيب وش اعمل فيه؟ نحمسه بالمحماس حتى يحترق. بس يحترق نطفي، يتحمص 100%، نطفي ونتركه يبرد. بس يبرد نقشطه، نشيل القشر هذا. في جوا لب لونه أبيض، ناخذ اللب هذا الأبيض ونحط عليه ملعقتين مطحونات مثل البودرة، حمص نج. أيوه، يعني اخذ اللب هذا وحط عليه ملعقتين مطحونات مثل البودرة، حمص ني. إيه؟ وش احط عليه بعد؟ تحطي عليه ملعقة واحدة دبس التمر. دبس التمر حقنا هذا اللي ناكله مع الطحينية والهذا. إيه؟ دبس التمر ملعقة كبيرة. تعجنيهم حتى يطلعوا عجينة. تاخذيه وتطبيه وين؟ اذا عندك خشونة ركبة او وجع ركبة، أو عندك عرج النساء، أو عندك ظهر تشوجعج، رقبة تشوجعج، اللقوة، العصب الخامس، السادس، السابع، 18، 68، 14، كله تحطي على مكان الوجع وتربطي وتنامي. الصبح الطشية تكرري 7 أيام، ثم ترتاحي 7 أيام، ثم ترجعي 7 أيام. زائد تشربي زيت بزر كتان ملعقة كبيرة بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء، شهر. زائد أي واحد عنده مشاكل بالروماتيزم بالمفاصل، أي مشكلة بالمفاصل، اللبان. تأخذ كسرة مص قبل الفطور، قبل العشاء، قبل الفطور، قبل العشاء بنص ساعة لمدة 11 يوم تأكلي لبان. زائد اي واحد عنده مشاكل بالمفاصل، شو ما كان بالمفاصل، بالاعصاب بالمفاصل لازم تاخذ كركم، ضروري جدا. ملعقه صغيره مطحونه مثل البودره مليانه كركم،
صحن سلطة نحطها على صحن سلطة ونكب عليها أي زيت، أي زيت، أي زيت، أي زيت بالبيت، والأفضل زيت الزيتون، نخلطهم وناكلهم الصبح المساء، الصبح المساء، الصبح المساء، 21 يوم تغير الفراش وتغير الوسادة وتبعدي عن أبو العيال أسبوعين زمان. قولي له روح لعند ماما، روح لعند ماما، خلي تعبي راسك ضدي، روح غور غور. السؤال اللي بعده يا ضنايا، التهاب الأذن. واحد عنده التهاب كل شوي جايب، كل شوي جايب عيدان كبريت، كل شوي جايب عود كبريت يبحبش بذانه حك حك، ويمسك النظارة، النظارة هذه يصير ينكش فيها المسامير، ما خلى شيء لفوته بذنه يحك حك، التهابات بذانه. رح نجيب، رح نجيب 50 غرام من عود الهوى. عود الهوى، من وين اجيبه هذا عود الهوى؟ من عند الحطار، الحطار عنده عود الهوى. غالي؟ لا 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 لا، رخيص، رخيص جدا. عود الهوى 50 غرام. وبعدين حط عليهم 50 غرام بذر الشمر، 50 غرام بذر الشمر، الشمر، الشمرة. هذا بحطوه على العرق، بحطوه على العرق هو والسيانة شو؟ 50 غرام نطحنهم مثل البودرة، ونجيب 100 كاس، كاس متوسط زيت سمسم، زيت سمسم أصلي، زيت سمسم أصلي، مش كوب كبير يعني، قد هذا أكبر شوي هيك، ونطبخهم، نطبخهم، نطبخهم 10 دقائق. بعد 10 دقائق نطفي ونتركهم، يطلع معانا زيت لونه أحمر أحمر أحمر، لو زيت يطلع معانا زيت لونه أحمر أحمر. نتركهم، لا تصفيهم، لا تصفيهم، تظلك ترج فيهم، تحطهم بجيبتك كل شوي ترجهم، كل شوي ترجهم، 5 أيام 7 أيام بيكفي. بعدين تصفيهم وتعصرهم بيدك زين زين زين، داخل الزيت هذا يظل صالح 3 سنوات 5 سنوات، يظل شغال. يعني بدول الخليج حر، يعني بالسعودية بقطار حر، يظل سنتين شغال ما يخرب، سنتين. إما بالمغرب بالبلاد الباردة يقعد 5 سنين 3 سنين 5 سنين ما يخرب، عرفتوا؟ أيوة. هذا الزيت شو بيعمل، شو بيعمل؟ إذا عندك حكة بأذانك، حكة إذا بضرك تحك بأذانك، فطريات اسمها فطريات، أنت لما تحك بأذانك شو بكون؟ فطريات. إذا عندك دوخة بتدوخ من أذانك، بتدوخ، اسمه الدوار الدهليزي، الدوار الدهليزي هذا. إذا عندك نقص بالسمع ما بتسمع كل شوي، شو وشو ها هلا، ما بتسمع، اضطرب مثلي ها. إذا عندك إذا التهاب، في التهابات، إذا في مية، إذا مسخات في وسخ ساد الأذان، 3 نقاط الصبح 3 نقاط المساء، 3 نقاط الصبح 3 نقاط المساء، 2 3 أسابيع ترجع تسمع دبيب النملة بإذن الله تعالى، زائد يروح لك كل هالمصايب هذه كلها. إذا أبوك، أبوك، أمك كبار بالسن، عود كبير بالسن، قطري لهم يصير سمعهم زين زين كده، سبحان الله. من عجائب الدنيا هذا عود الهوى، من عجائب الدنيا، سبحان الله. روح الله معك، مع السلامة، سلام. السؤال اللي بعده، شعري خشن، شعرك خشن؟ أنت شعرك خشن؟ إيه؟ والله؟ استني اشوف، اجيب لك، اجيب لك السحر، في عندي سحر، سحر ابغى اعطيك اياه. وين حطينا يا عباد الله؟ لا اله الا الله، وين حطينا يا جدعان؟ فين حطينا يا له؟
فين حطينا العشبة؟ لقيناها في واحدة شعرها خشن، شعرها خشن خشن، شعرها خشن. تجيبي بذور الججوبة، بزر الججوبة، خليني نشوفه، خليني نشوفه. واحدة شعرها خشن، بزر الججوبة، شوفي شكله كيف يا بنتي. اسمه بذور الججوبة، الجوجوبة. بابونج بابونج بابونج، بذور الججوبة بابونج. ونجيب بزر اللوز الحلو، بزر اللوز الحلو كله نطحنه مثل البودرة، وتطبخيه يا جدي مع زيت سمسم، زيت سمسم. بعد ما تطبخيهم ترجيهم كل شوي كل شوي، يوم يومين، بعدين تصفيهم. الزيت هذا الزيت جبار جدا في تمليس الشعر، سبحان الله، يرجع لك شعرك مثل الحرير. شفت الحرير؟ مثل الحرير، وخصوصا إذا جبتي جديد مثل هذا، بعده ما هو يابس كثير، بعد فيه الخير، والبابونج بعده فيه الخير، واللوز بعده الموسم جديد، موسم جديد، راح تحصل على نتيجة فعالة 100% إذا كان جبتي جديد إن شاء الله تعالى. هذولا لتمليس الشعر فورا إن شاء الله تعالى. السؤال اللي بعده، تكبيس حبايبي قلبي، بس دقيقة، بس دقيقة، أولاد لا تحرك، كبس، كل كبس كبس كبس، حك براسك، كبسي كبسي. سبع تكبيسات بالبث في 300 واحد، سبع تكبيسات فضحتوني قدام البدو كلهم. كبسي كبس كبس يا قلبي، كبسوا شوية، يلا حبايبي، يلا كبسوا يا شباب، كبس حيي يا بعد حيي، كبس كبس كبسن يا بنات، يلا يا حريم، يلا يا شباب، تكبيسات، يلا نوصل 100 تكبيسة ونتابع، يلا نوصل 100 تكبيسة، مش راح أتكلم ولا حرف واحد ولا خلطة ولا ملطة ولا جلطة حتى يصير 100 تكبيسة. دعم صفر، الدعم صفر، مشاركة بث صفر، تكبيس صفر، ذبحت حاري، موتت حاري، وخسائر وزيوت وعشاب، تكبيس ما فيه، كبس 100 تكبيسة. يلا يا شباب، صار 10 تكبيسات، يلا راح يصير 11 تكبيسة، يلا يا شباب 100 تكبيسة، يلا يا قلبي، يلا 100 تكبيسة، طر 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 على الماشي، طر طر طر، يلا حبيباتي قلبي، يلا يلا كبس كبس 100 تكبيسة، يلا صار كم؟ صار 13 تكبيسة، نبغى 100 تكبيسة، يلا طر 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 طر، يلا كبس طر 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 طر، كبسوا حبايبي كبسوا، يلا يا قلبي، فزعتكم يا شباب، يلا حبايبي فزعتكم، تكبيسات طر طر، نكمل 100 تكبيسة ونتابع، احلى خلطات من ابو العز، يلا يلا يا قلبي، بدك كريم مرطب، بدك هواء، كبسي، قال تبغى كريم مرطب، كبسي كريم مرطب، لويش ليش ليه تبغي كريم مرطب؟ ليه الفر لعبي عبي انا، كبسي هاي كريم مرطب، الفر لعبي عبي، لا وزيته ليه؟ اري اعترفي، سرك في بير ما تخافيش، قليلي ليه عاوزيته. يلا حبيبتي، يلا يا دنايا، في وحدة تتنمر علي، في وحدة تتنمر علي، في وحدة كلبة، كلبة بتتشلبة تتنمر علي. كرتح أصفر، الكرت البرتقالي، الكرت الأحمر، الكرت الأسود، طرد نهائي من القناة مدى الحياة. يلا كبسي يا شباب، الله يرضى عليكم، تكبيس تكبيس، طر 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 طر، يلا حبايبي، يلا يلا يا قلبي، تكبيس 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 حبايبي، تكبيس 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 تكبيس، يلا يا قلبي، يلا يا بعد شدي، يلا تكبيس، نتابع الخلطات والفرفشات
والنغنغات لما نكمل 100 تكبيسه. الحين صاروا 25 تكبيسه، صاروا 25 تكبيسه. يلا يا قلبي يلا، يلا يا قلبي يلا، يلا يا قلبي يلا، يا قلبي يلا، يلا يا قلبي يلا. صار 25 تكبيسه، 75 تكبيسه، صار 26 تكبيسه. يلا حبايبي صار 26 تكبيس، نكمل 100 تكبيسه ونتابع طر 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 اجمل خلطات في العالم. يلا هوا 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 هوا. صار 28 تكبيسه، 29 تكبيسه، فديت قلبكم. صار 29 تكبيسه، 30 30 30 30 30 30 30 30 30 تكبيسه، باقي 70. يلا حبايبي قلبي فديت قلبكن. الله يسعد، الله يسعدك، الله يفرحكن، الله يرضى عليكن. يلا يا شباب الضباع، كل واحد يرمي ضبع. يلا عناشي ضبع ضبع. يلا حبايبي يلا، مين اول دوله راح ترمي لي ضبع؟ مين اول دوله حترمي لي ضبع؟ مين مين اول دوله حتقول فز ابشر ابو عبد العزيز لعيونك؟ انتوا كل شمر. يلا قلبي قلبي يعورني، كبسوا كبسوا يا قلبي. يلا صار 33 تكبيسه، يلا يا قلبي 34 تكبيسه، قربنا على 100 تكبيسه. لا تسال لا تسال لحتى نكمل هذول نتابع. يلا يلا يا قلبي، يلا يا روحي، يلا يا بعد حي انتو. تكبيس 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 تكبيس. صار كم؟ صار 38 تكبيسه. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. انا راضي عليكم، انا راضي عليكم، انا راضي عليكم. صار 39 تكبيسه، قربنا على 100، قربنا على 100 يا رب. 100 تكبيسه حبايبي، 100 تكبيسه، الله يرضى عليكم. صار 39، صار 40 تكبيسه، باقي 60، باقي 60 تكبيسه بس ونكمل 100 تكبيسه، ناخذ راحتنا بالخلطات، نتابع نتابع الخلطات الحلوه الجميله والفرفشات والعلاقات والنغنغات والهيصه والزيطه والزنبليطه. يلا يا قلبي، قلبي انت دناي. يلا يلا حبايب، صار 42 تكبيسه، صار 42 تكبيسه، قربنا على 100 تكبيسه، صار 42 تكبيسه، 43 تكبيسه، قربنا على 100. يلا شاي 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 شاي، صبني شاي يا زلمه، يا زلمه بدنا شاي يا زلمه، صبني شاي، هاي شاي، يلا شرب شرب يا زلمه اشرب. طاقه ايجابيه، طاقه ايجابيه. يلا حبايبي قلبي من عيني بعد قلبي انتو. تكبيسات صار 45 تكبيسه، صار 45 تكبيسه، قربني صار 46 تكبيسه. اعطوني دمعه مي. يا سلام، صار 46 تكبيسه، يا بعد شمر، يا بعد حي انتو، فديت قلبكم. 46 تكبيسه، 47 تكبيسه، قربنا على 100. فرفشوني 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 فرفشوني، حرام عليكم. يلا حبايبي قلبي، صار 48 تكبيسه، كفو كفو منكم، يا بعد شمر، يا بعد حي انت كلكم، فديت قلبكم. يلا يا قلبي، يلا يا قلبي، يلا يا روحي. الله يرحم الوالدين، الله يرحم والدينكم، عشان نتابع الكبسات والفرفشات والبلاليط. يلا قطر قطر قطر، فزعتك يا قطر، ايوه حبيبتي جدي، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. اللي صار 51 تكبيسه، 52 تكبيسه، قربنا على 100. احلى خلطات اليوم راح اعطيكم خلطات حقها ملايين. ليش؟ لانكم كبستوا، قاعدين بتكبسوا. يلا يا قلبي، فين 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 اللي فين اللي فين الناس تتفرج على الدعم؟ فين الناس تتفرج على التكبيسات عندي؟ فين فين اللي ما بيحبونيش ييجوا يشوفوا التكبيسات عندي مولعه؟ فينهم 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 يا ضنايا؟
طر 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 حشاشة 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 طر 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 يلا 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 يا قلبي بعد شمر وصار 55 تكبيس 55 تكبيس كبسة 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 الله يكبسك كبسة الله يكبسك كبسة طر 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 سبعة وخمسين تكبيسة قربنا على المية تكبيسة قربنا قربنا على المية تكبيسة قربنا والله صار 58 تكبيسة فين الناس اللي ما بيحبونيش ييجوا وشوفوا الناس اللي بتحبني ادوني 50 أسد 13 ضبع 64 واو مليون أرنوب ادوني شوفوا بصوا شوفوا أنا مش مصدق عينيا مش مصدق عينيا ده اليوم تفرجوا على الضباع الواوية ده في واحدة مطموخة ادتني 66.14 واوي بصوا ولا وردة أربع ساعات وأنا ببث ولا وردة ولا وردة ولكم والله ولك قسما بالله قسما بالله لو ببيع مساويك لو ببيع مساويك عند الجامع والله لو ببيع مساويك مساويك عند الجامع عند الجامع ها والله صار معي 1000 ريال والله صار معي 1000 ريال لو ببيع بس مساويك عند الجامع ولكم ما بتخافوا الله ولكم ورده واحده ما في ولكم والله ولك لو ولك يعني يجيب لكم رقاصه يعني ها أربع ساعات ولك 500 خلطة قدمت ولكم خسرت زيوت هالقدة فتحت 7 علب زيت الوحدة حقها 90 ريال و100 ريال والله حقها أكثر من 90 ريال الوحدة فتحت قدامكم كم علبة فتحت شي 10 ولكم العشرة هذول فتحت مين يشتريها ها جدي كبسوا كبسوا الله يرضى عليكم كبسوا 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 الليل صار 63 تكبيسة قربنا على 100 تكبيسة صار صدري يوجعني منكم صار صدري يعورني منكم صار 63 تكبيسة قربنا على 100 تكبيسة يلا يا قلبي ساعدوني شوي شكرا توني شكرا توتي شكرا توتي شكرا حسن شكرا حسونة شكرا شكرا حسن شكرا الحسن شكرا توتي شكرا يا قلبي شكرا شكرا الوردات شكرا صدري صار يوجعني عورني وحق قسما برب العرش لما أشوف القناة هوك أربع ساعات وأنا بث ذبحت حالي فتحت 1000 زيت فتحت عشاب نعم ما في حد يقدرني بورده ولكم والله لو أني ملحد اعتبروني ملحد يا زلم اعتبرني ملحد ولك ما بيأمنش بالله ولك ما بتشفق علي وعلى عيالي ولك أنا بصلي ولك تكبيس ما فيش حتى بوس رجليكم وديكم تتكبسولي صالي ببث 4 ساعات ونص 66 تكبيسة ما كملناش 100 تكبيسة ولكم الرقاصة بيجي كل يوم 20 مليون تكبيسة جولة واحدة وانو جاي 20 مليون تكبيسة 500 ضبع بيجي هنا لا أبغى منك شيء بس كبس بس صار صدري يوجعني منكم والله العظيم حرام عليكم ارحموني كبسوا يا شباب الله يرضى عليكم كبسوا كبسوا الله يرضى عليكم كبسوا صار 67 تكبيسة كبسوا يا أخي كبسوا إحنا مؤمنين من صلي من خاف الله شكرا سعاد شكرا 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 جدي شكرا الله يرضى عليك الله يرضى عليك شكرا سعاد شكرا تحركوا شوي الشباب الله يرضى عليكم اللي يقدر يعاون يعاون الله يرضى عليكم شكرا سعاد الله يرحم والديك أشكرك جدا شكرا سعاد شكرا الله يرحم والديك الله يرضى عليك الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك يا سعاد الله يرفع قدرك الله يرضى عليك صار 69 تكبيسة صار 69 تكبيسة شكرا سعاد شكرا شكرا الله يرحم والديك الله يجعلك من أهل الجنة الله يفرحك الله يرضى عليك الله لا يكسر لك خاطر ولا يرد لك طلب والله يعطيك خيرا مما أعطيتيني يا بعد حي خجرتيني كفو شكرا 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 يا جدي شكرا يا جدي شكرا الله أشكرك جدا شكرا 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 سعاد شكرا شكرا سعاد شكرا صار 71 تكبيسة يلا حبايبي يلا يا قلبي باقي 30 تكبيسة واحنا نعمل خلطات تكبسوا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده
يلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال خشونة الركبة جاوبنا، جاوبنا خشونة الركبة جاوبنا. السؤال اللي بعده، القولون، القولون واحد معه قولون، قولون القولون واحد معه مسارين القولون يا نسون. الله الله، واحد معه القولون، علاج نهائي نهائي للقولون، عمرك ما عاد تشكي من القولون ان شاء الله تعالى. يا نسون يا نسون، ايه يا نسون، زعت زعت كراويه كراويه، الله الله كراويه، يا سلام كراويه، شمر يعني شومر، شمره شمر شمر شمر، بزر قطونه، بزر القطونه، بزر القطونه، قشر القطونه، قشر القطونه، سيلينيوم اسمه سيلينيوم، من كل نوع كده تطحنهم مثل البودره وتخلطهم وتصف ملعقه صغيره، شف تصف ملعقه صغيره صغيره مش شاي، هذه كبيرة صغيرة بسم الله، وتشرب بعدها موية كوب صغير صغير موية بسم الله، قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء لين تكملهم، عمرك ما عاد مع خلاص القولون هذا انسى نهائيا قطعيا بإذن الله تعالى. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، تجاعيد حول العين، في وحدة عندها تجاعيد حواري العين، تجاعيد كيف نتخلص منها؟ حاجتين، حاجتين اثنين يشيل أبو جد عم خال التجاعيد حول العين، زيت العرق سوس، زيت العرق سوس، زيت العرق سوس هذا يشيل التجاعيد حول العيون وحول الفم، يشيل التجاعيد حول العيون وحول الفم، إيه متأكد ألف بالألف، ومجرب وسريع جدا. وش حط معاه؟ تحطي مع جيبي زيت عرق السوس ملكي أصلي أبو تنكة، أبو تنكة، أبو تنكة أصلي أبو تنكة، هذا هو، وتحطي معه زبدة الشيا أصلي، بس بس خلطيهم ودهني، عمرك ما عاد تشكي من تجاعيد لا حوالي العيون ولا حول الفم، زائد مفتح جبار جدا، مفتح يفتح يفتح البشرة كده، ابن جنية زيت العرق سوس. ولكن تجيبي أصلي، مش تروحي تجيبي لي تعباية أبو قندي وأبو بن آلي أو باكستاني، تجيبي لي أوروبي أصلي كذا ماركة مثل هذا، هذا أصلي أبو تنكة أصلي. يلا روحي، يلا معاك يا طنط. السؤال اللي بعده، كبشوا كبشوا يا شباب، صار 5 صار 78 تكبيسه، كبشوا كبشوا، طر 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 طر. المعده، في واحد عنده هسه فاضي للمباريات، انت والله عندك سالفه مباريات مباريات. السؤال اللي بعده نرجع، السؤال اللي بعده ايه؟ المعده، المعده واحد عنده بالمعدة مصايب، بالمعدة عفص 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 عفص، هذا الرخيص أبو أبو ريال، إيه عفص أبو ريال هذا، إيه عفص هذا يجي مبخوش عفص، أيوة قشر رمان، قشر رمان، إيه عفص كده قشر رمان بس كده، كمون قوي قلبك، جذور جذور ورد الخطمية، الورد الخطمية، ورد الخطمية هذا اللي يطلع عندنا عند بالحاكورة بالدار بالحوش، اي هو اي يطلع بجنوب السعودية، يطلع بالأردن، يطلع بالمريخ، يطلع بسوريا، يطلع بنواكشوط، يطلع بالمغرب، يطلع بال اي
هذا اللي يجي ورد واحمر اصفر وابيض، اللي يجي ورد واحمر وابيض صاير كده ورد وكده احمر واصفر وزهري وهاي ويلزق ونفتح ونصير يلزق نحطه بذاننا هنا اي هو هو هذا اسمه الخط مقه. الجذر حقه كده مطحون مثل بودره، نخلطهم ونسف ملعقه صغيره سف ونشرب بعدها شويه مويه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشي. عمرك ما عاد تشكي من المعده، لا حرقان لا قرحه معده لا وجع معده لا غث، عمرك ما عاد اي شيء بيتعلق بالمعده انسى قدرته. روح الله كبس وروح، الله يرضى عليك الله يرضى عليك، قبل تروح كبس اذا سمحت كبس. صار 81 تكبس، قربنا نكمل لل100 تكبس. السؤال اللي بعده يظن حركات لا اراديه عند كبار السن، حركات لا اراديه عند كبار السن. انا عمري 62 سنه، قولوا بسم الله ما شاء الله. ملعقه صغيره مطحونه مثل البودره بزر عنب، ملعقه صغيره مطحونه مثل البودره بزر عنب. نعم قبل فطور قبل الغداء قبل العشاء شهر زائد. كبسولات ورق شجر الجنكة، ورق شجر الجنكة، كبسولة صباحا كبسولة مساء، كبسولة الصبح كبسولة المساء، حتى يكمل علبة أو واحدة الصبح بكفي، واحدة الصبح لا تجيبي علبة كبيرة، هاي كبيرة أصغر أصغر. زائد زائد وقفي عندك. في عندنا شيء لا يعرفوه الأطباء بالدول العربية، وأتحدى أي دكتور بالدول العربية أن يحلف على القرآن أنه يعرفه. أنا أبو عبد العزيز ابن العشاب بن شمر ملك الطب كله عند البدو غصبا عن أكبر شارب، أتحدى أي دكتور يقول إذا كان بيعرف هذا يحلف على القرآن، إذا بيعرفه يطلع يحلف على القرآن يقول إنه بيعرفه قبلي. هذا معجزة لكبار السن، لما يكبر السن ويصير يصيبه ارتعاش وزهايمر، هذا اسمه موكونا. أي دكتور بالدول العربية يقول انه بيعرفوا قبلي يطلع يحلف على القرآن انه بيعرفوا قبلي. اذا احد بيعرفوا قبلي انا ما عاد اطلع على التيك توك نهائيا، ما عاد اطلع. واحد يحلف على القرآن انه بيعرفوا قبلي، هذا يا جدي اسمه مو كونة. شو بيعمل هذا؟ شو بيعمل؟ بيرفع المناعة جدا. إذا واحد ما عنده عيال، إذا واحد كبر بالسن وصار يمشي كده، ليه؟ إذا واحد صاب زهايمر وصار يتحرك حركات لا إرادية. هلا بسم الله، مين أنت؟ معكم فيصل. سلامات، وش في يوم فيصل الساعة 3 الصبح؟ أبو عبد العزيز الله يرضى عليك، أنا ما عنديش عيال. ما عندك عيال؟ إيه أيوه. وش المطلوب؟ تبغي عيال يعني؟ إيه. ورحت على الدكتورة فوزية والدكتورة عطيات والدكتورة أم العرق وأم هنتر وقلوا لي تبوي عندي ضعيف. زائد قرحة قولون بطني زائد. أبو عبد العزيز أحط المفتاح بالباب. أبو عبد العزيز أنا بحط المفتاح بالباب وبشيله من الباب وبحطه بجيبتي، بطلع مع السيارة بالسيارة مع ابني، وبعد ما يمشي بقول له وقف يا عوض. ابني عوض بقول لي وش فيك أمه وش فيك؟ بقول له والله نسيت أسكر باب الدار.
ارجع الله يرضى عليك وارجع أنا وعوض، ألاقي حالي مسكر الدار والمفتاح بجيبتي، صرت أنسى ما عاد عندي تركيز. زائد يحسن الذاكرة جدا، وخصوصا الناس اللي بيشتغلوا بالبنك بالبنوك، واللي المدرسين اللي بيتعب عقلهم بيتعب كثير كثير، هذا لهم. زائد هذا بيعمل إشي إذا كنت راعي كشتات، إذا كنت راعي كشتات وراعي بر وقرصتك حية، إذا كنت راعي كشتات، راعي كشتات، راعي بر وقرصتك حية، وجوا أصحابك، أصحابك أخذوا سحبوا الدم ومصوا لك الدم، ولكن باقي شوية شم، شوية شم، ظل شوية شم، شم بدمك شوي، هذا يساعدك على التخلص من هذا الشم اللي دخل بالدم، الشوي الباقي يطيرها. يعني اجوا اصحابك مصوا لك قرصتك حية، اجوا اصحابك مصوا لك الدم وربطوا لك ايدك، ربطوا لك ايدك ومصوا الدم، وباقي شوية شم دخلوا هنا هنا، فهذا يساعدك على انه يظلك طيب وبخير ان شاء الله. يساعد، مش علاج، لا، يعني يساعدك، يساعدك على أنه توصل لديرتك بخير إن شاء الله. يؤازر، يؤازر. هذا اسمه موكونة. كيف نستخدمه؟ كيف اسمه موكونة؟ اسمه موكونة، موكونة، موكونة. كيف نستخدمه؟ ها ها، نصف نصف ملعقة صغيرة مطحونة مثل البودرة، نصب عليها كاسة شاي، يعني شاهي، يعني أتاي، يعني شاي، أو كاس موية سخنة، أي شيء ساخن، شوربة، أي شيء، نص ملعقة صغيرة الصبح المساء، الصبح والمساء لمدة أسبوعين ثلاث، وإن شاء الله مع اللي ذكرته ليكي، مع خميرة البيرة، خميرة البيرة، حب الصبح حب المساء، قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، كمان كمان تخليه يشرب خميرة البيرة، حب قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، خميرة البيرة، إن شاء الله تعالى أموره تتحسن جدا، وراح تتفاجئي بالنتيجة المذهلة جدا جدا بقدرة الله تعالى. روح يا جدي، مع السلامة، روح، الله معك. السؤال اللي بعده حبايبي، صار 83 بس، صار 83 تكبيسة، يلا حبايبي 17 تكبيسة بس، بس 17 تكبيسة، طر 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 طر، يلا حبايبي، يلا يلا يا قلبي 17 تكبيسة، يلا 17 تكبيسة يا ضنايا، يلا باقي 17 تكبيسة يا ضنايا، 17 تكبيسة، 17 تكبيسة يا قلبي إذا سمحتوا. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرحم والدينكم، طلبتكم طلبتكم، الله يرضى عليكم، فزعتكم فزعتكم يا شباب، يلا يا قلبي. شكرا شكرا لولو لولوا لولوا، الله يحرم وجهك على النار، ولك الله يجعل والديك بالجنة. السؤال اللي بعده، حل للشيب يا بعد حي، انت والشيب ما بتحب الشيب، وليش أنا بحب الشيب؟ ما بتحب الشيب ولك، بدي أطخلك أطخلك الشيب، طخ خليش معي، وقفي عندك. المكان المقدس الأخضر، المكان المقدس الأخضر، هذا مكتبي، 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 هذا مكتبي، دهن دهن مكتبي بالأخضر المقدس. في وحدة يا جدي عندها شيب، افتح يا سمسم. شنو هذا يا با؟ هذا اسمه شيكاكي، شيكاكي موجود بقطر بالكويت بالإمارات بالسعودية بالمريخ، إيه اسمه شيكاكي، إيه موجود عند بيعين العطارة العشوبة، إيه اسمه شيكاكي، إيه شيكاكي، ما شاء الله. وش بعد؟ إبراهيمي، إبراهيمي اسمه إبراهيمي، إبراهيمي. والثالث وش اسمه؟ اسمه أريثة، أريثة، أريثة.
بس لا باقي باقي عندنا وباقي زهر أو ورد الكركديه الكركديه. سكر سكر يا سمسم الدكانة طر. انطلق ونتابع نتابع السوالف فوق 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 فوق. هذول العشوبة الثلاث هذولا ومحن ثلاث عشوبة هذولا العشوبة هذولا الثلاثة وفي ثلاث عشوبة ثانيات هذول الهنديات ما يدلنك عليهم. هذول العشوبة الهنديات ما يدلنك عليهم الشيكاكي البراهما والأريثة وبعد ثلاث أعشاب ثانيات ما يدلنك عليهم. لا يمكن مهما تقول لي لا يمكن تقول لك عنهم وتحداك إذا أي واحدة عندها هندية بالدار أتحداكي إذا تقول لك عنهم أتحداكي إذا تدلك عليهم. هذول العشوبة خليك معي هذول العشوبة بيوقفن الشيء تدريجيا لسنوات طويلة. يعني إذا عجنتيهم مع ماء ورد مع حنة مثلا وحطيتيهم على راسك للصبح بيغطن الشيء تدريجيا سنوات بعلاج مش بيصبغ مش بيصبغ لا بيعالج الشيء علاج تدريجيا. خليكي معي وقفي معي. أنا رجل بخاف الله وبعالج من 20 سنة مجانا بعالج من 20 سنة مجانا. كل الخليج مليج فليج بيعرفوني أبو عبد العزيز بن شمر المعالج البدوي. أنا رح أكون أمين معاك بالنسبة للشيء رح أخليك تشوفي عشبة ثانية جبارة جدا. خليكي معي. سنوبر اسمه سنوبر تعرفي سنوبر الورق حق السنوبر هذا سنوبر وهذا الورق حقه ورقه هذا سنوبر سنوبر اللي بنحطه على الكبسة هذا الورق حقه الورق حقه هذا إذا غليتي مع ورق العرعر مع العرعر وبعد ما تخليه ثقيل لا تكثري مويه خليه ثقيل بعدين بس يبرد تصفيه مصفاي ناعمة وتحطيه بخاخ يصير كل شوي تبخي مفارق الشعر والشعر كل شوي شهرين ثلاثة يغطي الشيب 100% نهائيا سنوات لسنوات. طيب باقي حاجتين أنا رجل بخاف الله كده ما بخبي شيء باقي شيئين هذا للشيب أنا بتكلم عن الشيب استدين هذا الزيت تعرف السحر أنت بتعرف السحر القوي هذا السحر اسمه زيت إكليل الجبل روزماري اسمه زيت إكليل الجبل. أول شيء هذا يستخدم بفك السحر بيستخدم هذا أحد الزيوت الرئيسية بفك السحر زيت رئيسي فك السحر هو والعنبر ومجموعة من الزيوت. هذا الزيت اسمه إكليل الجبل. أنا بصلي وانتي بتصلي ادهني شعرك حطي جيبي لك 3 علب 4 علب مثل هذه 3-4 مثل هذا حط عليهم كاسة كبيرة زيت سمسم جيبي لك 4-5-6 علب من هذا ستة حط عليهم كاس زيت سمسم أصلي هذا وشوية زيت اللوز المر شوية مر زيت اللوز المر شوية وشوية زيت لوز حلو وخلطيهم وصيري حطي على شعرك كل يومين مرة أقسمت عليك بربي لا تساوي كده حتى تصوري شعرك صوري شعرك صوري
اعملي سيلفي صوره مش صوره اكثر وخبيهم بالجوال عندك، وبعد شهر خبري وصوري وشوفي الفرق. هذا للشعر سحر عظيم، سحر سحر للتساقط، للقشره، لمعان، شباب، طراوه طراوه، تطويل شعر، فراغات شعر، صلع، ثعلبه، فراغات شعر، من عجائب الدنيا هذا، من الزيوت الجباره في انبات الشعر. هذا زيت اكليل الجبل الملكي، ولكن ما تروحي تجيبي لي صناعه عربيه ومربيه او ابو غندي وابو باكستاني وابو بن آلي، لا تجيبي زيت اصلي، هذا اصلي ملكي، هذا قبل ما قبل تجيبي، اذا مو اصلي اصلي ديري بالك، هذا ملكي اصلي. يما هذا اذا بتشمي الجن اللي فيكي يهرب فورا، اقسم بالله اقسم بالله، مجرد تشمي ريحه الاجداد، ريحه جدتي جدي، ريحه خوالي عمامي، ريحه قهوتهم، ريحه الشاي حقهم، ريحه الارض الطيبه، ريحه الطيبين، ريحه بيوت الطين، الزيت العريق، زيت الملوك، بنات الملوك، المطلوخات، بنات المطلوخات، زيت كليل الجبل، زيت روحاني من الطراز الاول هذا حبيبي. شيء شيء شيء، طناخه طناخه وربي طناخه. شوف عروسه، شوف ارقصي ارقص، شوف شوف مثل عروسه، شوف خصرها، شوف شوف الخصر. قطر 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 محبوبتي قطر، وهل يخفى القمر وهل يخفى القمر، قطر 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 وهل يخفى القمر. شوف 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 عروسه، والله عروسه. هذول الاشياء من احد افضل الاشياء للشيب بالدنيا عن تجربه. في طبعا اشياء بعد انا ما قصرت معها. يلا روحي، مع السلامه، خليهم. السؤال اللي بعد، بس باقي صار 95 تكبيسه، باقي 50 يا قلبي، صار 95 تكبيسه باقي 50، الله يا قلبي الله يسعد قلبكم، باقي 5 تكبيسات. صار لي 5 ساعات ونص ببط، 5 ساعات ونص حركت. الشاي 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 يا زلمه برد، الشاي يا زلمه الشاي برد، ولكم الشاي برد، الشاي الشاي يا زلمه يا زلمه يا زلمه برد يا زلمه برد. الشاهي والله الشاهي برد. يلا يا شباب، 96 تكبيسة، 97 تكبيسة، باقي 3، يلا 3 تكبيسات 3 تكبيسات 3 تكبيسات 3 تكبيسات، باقي 3 تكبيسات 3 تكبيسات. صار لي 5 ساعات ونص وني أبث، 5 ساعات ونص، لازم أخذ استراحة 10 دقائق بس نكمل، باقي صار 98، لازم أخذ استراحة 10 دقائق، لازم أخذ الزوم، آخذ 10 دقائق استراحة ضروري. باقي تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة، باقي تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة، باقي تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة، تكبيسة واحدة. الله 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 الله، سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددوا الله اكبر يا موطني موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، شاب محمد للعالم والوطن. استراحة 10 دقائق ونلتقي ان شاء الله تعالى. عبد العزيز بن العشاب بن شمر خادمكم مجاني 20 سنة لوجه الله تعالى. استراحة 10 دقائق ونرجع، الله حييكم. شكرا لكل الناس اللي كبسوا، الله يجزاكم الخير. طبعا دعم، الدعم ما في من سنة وشهرين، أنا ما في دعم، ما حد بيدعمني، ولكن الحمد لله اليوم لأول مرة من سنة وشهرين أول مرة بحصل على 100 تكبيسة، وللأسف المشاركة بس 73. كنت أتمنى أن نوصل 100 إكسبلورر، 1000 إكسبلورر، ولكن ما فيش إلا 73. سنة وشهرين بدون دعم، القناة هاي سنة وشهرين ما دخل عليها دعم.